قال لي يكذب، قال لي ما يبعث المعتقلين لا والو، قال لي على بالك بلي يحط الرابط تاع الباي بال تاعو، قال لي عبك علي دخل، قال لي غير يحط الرابط، قال لي دخل حتى 10000 يورو، قال لي غير يحطه، قال لي من الصباح لليل قال لي دخل واحد 10000 يورو، قال لي ما يقدرش يمد لك 300 5000، ما يقدرش يمد لك 1000. في الوقت الذي كان فيه الإرهابي أمير بوخرس المدعو أمير تزاد يحرض الشباب الجزائري على الفوضى والخروج إلى الشارع وتحطيم وطنهم، كان هو يسكن في أرقى الأحياء بفرنسا، يعيش رفقة زوجته في رغد ويتنعم بالأموال التي تحصل عليها بطرق مختلفة وملتوية، وهذا لم يكن بالشيء الجديد على من كان همه جمع الأموال بالدرجة الأولى ولو على حساب الوطن. اماكن اللي يدور فيها امير تزاد ما كاش اللي يدور فيها، يدور غير في لي كارتي شيك، لو بارك دو سان مور، ميزون الفورفيل، وفال دوروب، دراهم كبيره. وين يروح؟ يروح فال دوروب هو الزوجه تاعو، خطر انا رحت انا وياه، الزوجه تاعو دخلت المغازان تاع فال دوروب، عباره عن قريه سياحيه فيه دي مغازان تاع الفاندي تاع تاع بولو غافلوران تاع تاع غوتشي، واحد لي مغازان تشوفهم تحبس من راسك. مرتو غير دخلت شافت فيستا عجبتها لبستها جاتها، قالت له امين دي هذه، قالها اوكي ماشي مشكل، شعل الفيستا 650 اورو، سيدي يروح يشري ستيلو ب 800 اورو، عنده سكنه عند دوبلكس في ميزون الفورفيل، جاي في زون ميليتير. نتحدى اي جزائري ساكن قريب زون ميليتير، سيرتو في ليترونجي، في ليترونجي باش تسكن في زون ميليتير لازم تكون عندك ناسيوناليتي، ويديروا عليك انفستيغاسيون شكون انت. سيد عنده ديبلكس في ميزون الفورفيل في زون ميليتير، مدورين به الكازينات، مدورين به لي سيتي ميليتير، تدخل كلش بالكاميرات، اون فاصل دارو كاين ماجيسترا ساكن، وعنده دار في الكانزيام، وعنده طونوبيل 308 وعنده طونوبيل كيو 3، او كاين فيديو تاعها حتى كيو 3، جزائريين يعيطوا له يقولوا له درت الدراهم درت الدراهم، دايرين الفيديو تاعها راه يدور في لي ريزو سوسيو تحوس عليه تلقاه. وحفت غسامو ما عندهاش بزاف، فتح قهوه مع بوق الزوحه لانه الدراهم تاعو مخبيهم عند بوق الزوحه. الاملاك هذو كل اللي عنده ماشي ماركين باسمه، ماركين باسم مرتو، حتى الطونوبيل اللي كانت عند الطونوبيل هذه 308 اللي عنده التاليه ماركيه باسم مرتو، هو ما يحبش 308 كانت ماركيه باسم بوق الزوحه، قبل كانت باسم دريس سي عبد الله، ومن بعد ماركاها على اسم ود بوق الزوحه. هو ما يحبش يماركي ليبيان تاعو امام على اسمه، لانه حتى هادو ليبيان اللي تماركيهم على اسمك راك تخلص عليهم لي طاكس شاكاني. هو ما يحبش والو، حراق، شخص حراق، هو يقول انا حراق، معليش نتبع المنطق تاعو انا حراق. عندك سكنه ميزون الفورفيل، وعندك سكنه في الكازيام، وعندك 308، وعندك كيو 3 غير كيما بعتها، وفتحت قهوه غسامو مع بوق الزوحه. تركبش انا كي يحكي معايا دائما يشكي لي، انا كي يحكي معايا متأمش عقلك، ما عنديش، الله غالب، راني نبعث، راني ندير، هو الدراهم كاع مخبيهم، الدراهم مخبي عند اسماعيل زيط 200000 اورو، 100000 بلوس دو 200000 اورو، هذه بلوس دو 200000 اورو، مخبي 100000 اورو عند اسماعيل عند عماد الخضاره. الدار تاعو ما عندوش غير هاد الدار تاع ميزون الفورفيل، عنده دار في 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 15 اروديسمون، دير ثاني في لو بون كوان 15 اروديسمون، شوف الدار في 15 اروديسمون شحال دير. كانت عنده كيو 3، كانت عنده 308، هادو لي بيان تاعو كاع. خطره فاتت قال لي واقيلا نجيب 4x4 مرسيدس، قال لي نجيب 4x4 مرسيدس، من اين لك هذا؟ بالنسبه لتبييض الاموال تاع امير يتعامل مع اسماعيل زيطوط عن طريق ديزانترميديير، من بين ديزانترميديير اللي يتعامل معهم هو دريس سي عبد الله. امير ما يشدش دراهمو ترانسفير بونكار قبل ما يبيع يعني لي فرونسي ويدير لي هذيك يدير لي هذاك الشونطاج تاع الماكينه. كان دريس سي عبد الله كان في الانجليز، تلاقى مع اسماعيل، فيرسالو اسماعيل 7000 يورو في الكونت تاعو، وعطاه 10000 يورو ليكيد داها له، يعني توتال كومبلي 17000 يورو داها الامير تزاد، داها دريس سي عبد الله امير تزاد من الانجليز الامير في باريس. امير راه يحب يسحب اموال، راه حاب يسحب دراهمو مع عند اسماعيل زيطوط ومع عند العربي زيطوط، باش كي شغل يجبد روحو منهم، العربي زيطوط اسماعيل زيطوط على بالهم، مام الدراهم اللي راهم عند عماد الخضاره في كندا 100000 اورو هذيك
ما راهش حاب يديها ترانسفير بونكار، لانه ترانسفير بونكار من بعد يسقسوه لي زامبو لي فرونسي، يسقسوه يقول له من اين لك هذا على جال لي زامبو. ما مش معي زيتوت، قالها لي، قال لي راني تحدثت مع امير. قلت له على واش؟ هو على باله بها سمعي. قال لي نتحدث مع امير، قلت له على واش؟ قال لي اني قلت له يدير ادسنس تاع اليوتيوب تاعو، ويدي عليا الباي بال تاعو، ويدي عليا الباتريون تاعو، ويدي عليا كاع الصوالح الامور اللي دخل بهم الدراهم هو. قال لي قلت له دير ثم ريجيست كوميرس وخلص لي زامبو تاعو اكثر ما كاين وكلش. امير قال له لا، قال له ما نشتش لي كونت تاعي، خليهم عندك مازال شويه باش نسجل كيما نقولوا لاشين يوتيوب تاعي عند لي فرونسي ونبدا نخلص في دي زامبو. امير دائما يحب يتهرب من الاموال، يحب يتهرب من لي فيرمو هادو بونكار. نعطيك على سبيل المثال، لما خرجت معاه في مسيره تاع اول نوفمبر، مسيره تاع اول نوفمبر بون هو كان منبوذ تما، كاين منبوذ من طرف صخري، منبوذ من طرف جاليه كبيره نبذاته، مش حابينو يحضر معاهم مسيره. هو دار بيا الطريق، دار بيا الطريق، قال لهم ما انا تما بعد موراها عيطت لي اسياق الشوت، قلت لي واش درت؟ قلت لها كيفاش واش درت؟ قلت لي جيت مع امير، وامير ماهمش يحبوه الناس دروك، وراه كيما نقولوا هو اللي شو غادي يدير لك مشكل، غادي يولي لك من بعد وسخه في حياتك. وصح عندها الحق، ما كذبتش فيها هذه. دي شغل دار بيا الطريق انا باش تخلي المسيره تاع اول نوفمبر. كي دخلنا المسيره تاع اول نوفمبر تما في باري، صرات بالطرونتيا، انا ما كذبنيش ربي، صرات بالطرونتيا. دار هو ثم نداء، جمعت لي سوريا ودريس سي عبد الله هذو جمعوا لي ما عند الجاليه من ثم، عاونوني جمعت 6000 اورو باش ندير محامي. هو قال لهم باش يدير محامين وباش يخلص المحامي تاعو. لما جمع لي الدراهم ديتهم انا معايا الدار، حسبتهم 6180 اورو بالتحديد، 6180 اورو. عيط لي في التليفون الغدوه من ذاك، قال لي يا بن حليمه لكان كيما نقولوا ما عندك شنو تحط دراهمك تما في الدار، ولا صادي بو يكاسيوكم الدار ويدخلوا يسرقوها ولا يدوا لك الدراهم، جيبهم ديرهم عندي، لانه هو عنده ان كوفر سبيسيال في الدار، عنده ان كوفر سبيسيال بلي كود وكلش، كوفر كيما تاع البيجوتري هادو، داير فيه لي دوكيومون تاعو، لي دوكيومون كونفيدونسيال، الدراهم تاعو، وداير فيه لي ديسك دور تاعو، وداير فيه كلش، يعني مخبيهم تما كاينه. وهذاك الاخر ما تقدرش ما تدخل تسرقو، ما تقدرش تهزو، ثقيل بزاف في واحد القنطار. قال لي جيبهم خليهم عندي. قلت له انا اوكي ماشي مشكل، انا ما على باليش واش هو الهدف تاعو. كي قال لي جيب لي الدراهم، والله ما على بالي واش هو الهدف تاعو، انا على نيتي باش نشغل نخبي دراهمي عنده باش ما نصرفهمش، باش على الاقل ندير محامي يسوي الوضعيه تاعي شويه وكذا. ديت خليت عندي الدراهم، واحد الكانجور فانجور عيط لي قال لي دراهمك تحتاجهم؟ قلت له واش ندير بهم انا كي نحتاجهم؟ قال لي تديهم تخليهم عندك. قلت له خليهم عندك، قلت له ماهم ياكلوا ماهم يشربوا. قال لي لا، قال لي لا عندك كونت بونكير نبعثهم لك في الكونت بونكير تاعك خير، ونبعثهم لك ديريكت من 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 الانجليز ما عندش معايا زيتوت، نبعث لك ديريكت في الكونت بونكير تاعك وخلي دراهمك تما في الكونت بونكير تاعك وما تصرفهمش. انا ثم حسيت كي شغل باللي اني مثقل عليه. قلت له اوكي ماشي مشكل بعثهم لي. عيط لي اسماعيل زيطوط، قال لي واش هضر معك امير؟ قلت له هضر معايا. قال لي واش قال لك؟ قلت له قال لي نبعث لك الدراهم. قال لي انت حمار. قلت له علاش؟ قال لي هو الدراهم قال لي ما يحبش يشد لي فيرمون بونكار، قال لي باش يتهرب من لي زامبو. قال لي دالك دراهمك صرفهم ليكيد. قال لي ودروك يبعث لك ديريكت من عندي انا فيرمون بونكار. قال لي غدوه انت قادرين يعيطوا لك يقول لك من اين لك هذا؟ قلت له بصح ماشي صوم كبيره. قلت له 6000. قال لي 6000 ويعيطوا لك عليها؟ قال لي مام لي زامبو. قال لي يعيطوا لك عليها. ثم تكاكيت انا باللي هو دالي دراهمي باش يصرفهم ليكيد، باش هو ما يطيحش في القضيه تاع لي زامبو مع لي فرونسي. هذه زعما عطيتك ابسط مثال. حتى دروك باش الجاليه الجزائريه تعرف هذا الانسان كيفاش مخدوم، كيفاش يسرق في الدراهم تاع المعتقلين، اللي يقول لك نرسل المعتقلين بالباي بال، كيفاش سرق الدراهم تاع المسيره مع عبد الرزاق صخري، كيفاش سرق دراهمي انا هذه تاع 6000 اورو. بزاف ماشي هذو اللي نعرفهم انا. هذا عيمة كندا هو اللي قاعد يدعم فيه بالاموال، هو اللي قاعد ينظم له في المسيرات، شغل المسيرات هذه اللي دعم فيها كيما نقولوا لما يعتقلوه، ولا لما كيما نقولوا يروحوا يشارع، ولا يروحوا يديروا وقفات امام السفارات تاع فرنسا. هذا عيمة الخضارة شد العصا من النص، ما يجي عند زيطوط، ما يجي عند امير، قاعد هاك في النص. انا تواصل معايا خطر عيمة الخضارة لما ضاربت مع امير ديريكت مباشرة، ضاربت معاه في اواخر تاع نوفمبر ديبي ديسمبر، سي بون تما بديت نضارب معاه، بدا يعيط لي يسبني انا ما ريبونديش عليه، نكتب له غير ميساج نقول له الله يهديك
ديفون عاوتاني نرد له ما نخليلوش كل خطره وكيفاش. هذا عماد الخضر عيط لي قال لي اسمع قال لي امير خوك ونعلو الشيطان وعلاش راكم مداوسين. قلت له بصح انت وين على بالك بلي انني مضارب معاه؟ قلت له عيط لك؟ اش ما قال لك؟ لا 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 قال لي والله ما عيط لي. قال لي انا غير شغل نصيحه لوجه الله، شغل راكم خوت وانا ماذا بيا شغل تحبسوا هذا القيل والقال، لانه انا بديت كما هو قاعد يشرع عليا في الفيسبوك، حتى انا شرع عليا ثاني في الفيسبوك ما يمكن ندير اللايفات نقول لهم هذو الناس اللي دخلوها لكم من مصادرنا، ما كان لا مصادر لا والو، فانا ثاني خرجتها له طايطاي ديريكت. ايه هذا عماد هو اللي جمع له الاموال، نهار اللي حكمته الشرطه الفرنسيه، في 2020، في جوان 2020، جوان 2020 هالي حكمه، هو اللي جمع له الاموال، جمع له 100,000 دولار، دار له انكانيوت ودار فيها لاصون 100,000 دولار، هو اللي جمع له الدراهم هادو وراهم خالهم عنده، لانه طبيعه تاع الاموال كيفاش يدير امير ما يجيبش الاموال تاعو ديريكت، يجيبهم اترافير دي جون، ما يحبش لي ترونسفير بونكير. وعنده ثاني لاكانيوت اللي داروها على سعيد شتوان فيها 60,000، اورو ثاني الدراهم راهم قاعدين عند عماد. هذا خطره لما تواصلت مع عماد قلت له يا عماد، قلت له الدراهم هذو كيفاش تاع سعيد شتوان مازالوا عندكم وكذا؟ سقسيته قال لي ايه، قال لي مازالوا عندي هما والدراهم تاع امير. قال لي ما لقيتش كيفاش نبعثهم له برك، قال لي اني خرجتهم ما لقيتش كيفاش نبعثهم له. قلت له انا تمنيت كي هذيك عقلتني الشرطه الفرنسيه، قلت له انا تمنيت كون درت لي كانيوت نتايا باسمك. قال لي لا ما نقدرش، وراني درت ديجا تاع امير وفيها 100,000 وتاع سعيد شتوان فيها 60,000 ومازال ما لقيتش كيفاش نبعثهم له، وامير راه يقول لي بعثهم لي ليكيد ما تبعثهم ليش ديريكت بالترونسفير بونكر، تما باش دائما يخدم بلونشي مدرجون باش يبقى لتحت. عماد الخضارة هذا لما تواصل معايا ثاني لما كنت متضارب مع امير وكلش، لما صاي سي بون لما حكموني لي فرونسي وكلش، زاد عاود عيط لي قال لي كيفاش راك متضارب مع امير، دي زاد وحشم وراه خوك كبير وكذا. قلت له راه هو اللي بيعني لي فرونسي، قلت له كاين امور ما على بالكش بهم، قلت له هو اللي بيعني لي فرونسي وعلى باله عماد الخضار، حكيت له كلش. ما قدرش يهضر على امير، ما يقدرش يهضر عليه ولا يقول هو اللي بيعو لي فرونسي ولا على باله، قلتها له ما لا حياه لمن تنادي، ما يقدرش يهضرها. عماد الخضار هذا يخدم كونت بيرسونيل تاعو، بصح كيما نقولوا شد متعاطف مع العربي زيتوت وحركه راشد، ومتعاطف مع امير، تما شد العصا من النص، ما يميل ذا تما، ذا يقول له ايه وذا يقول له ايه، دائما يمشي في النص. حل جمعيه اسمها ديفونس دي دروات لو مناجيري ولا هكا عفسه، والله ماني شافي راهي كاينه، دار المستشار القانوني تاعها، دار سفيان شويطر وشغل. هذا عماد الخضار دروك راه يلم في لي دوسي، يلم في الشهادات، يجيب في الاحكام تاع المعتقلين كذا، وقال لي نوجد بهم دوسي، قال لي باش نوجدوا الامم المتحده، ومام يدخل حتى البرلمان الكندي، قال لي باش نقدموا للبرلمان الكندي. قلت له واش هو الهدف من هذا؟ سقسيته خطره، قلت له واش هو الهدف من هذا؟ قال لي باش نضغط على كندا في مجال حقوق الانسان، باش زعما تقطع العلاقات مع الجزائر في مجال حقوق الانسان. شغل قاعد يدير في الخدمه، تفهم بانه هذو الناس ما عندهم هدف غرض، هذاك الغرض كنت تجي تتبع التسلسل تاع الاحداث، تتبع لي فيديو تاعهم واش قاعدين يهضروا، تفهم بانه الغرض تاعهم ماشي راه حواش قاعد يبني البلاد في مجال زعما حقوق الانسان كيما يقول هو، ولا في مجال الديمقراطيه كيما قاعد يقول هو، ولا لا حواش يضرب. حتى اسماعيل زيطوط يقولها لي، يقول لي هما يضربوا فينا وحنا نضربوا فيهم، شغل جايبها تحراره، هما يضربوا فينا وحنا نضربوا فيهم، شغل تاع يهدم ديريكت. إضافة إلى جمع الأموال، كان للإرهابي أمير بوخرس المدعو أمير ديزاد علاقات مشبوهة مع عدة جهات، وهذا ما يثبت تورطه في العمل لفائدة عدة دوائر معادية، ومن قبل أجهزة المخابرات الأجنبية، وحتى من قبل أعوان نظام المخزن الذي استغل خيانة هؤلاء العملاء وحاول بكل الطرق تجنيدهم في مخططاته العدائية ضد بلادنا. بعد المسيره، بعد اول نوفمبر، بعد ما درت المسيره وكلش سي بون، كلش سيريغلي، قال لي نديك معايا المحامي تاعي. قلت له اوكي ماشي مشكل، قلت له ديني معاك المحامي تاعك. قلت له وين جاي؟ قال لي جاي في الويتيام اروندسمون في لاري دي ليسبون، حدا السفاره القنصليه الكبيره تاع الجزائر في لاري دي ليسبون قريب الشونزيليزي. قلت له اوكي. روحت مع جواهر لو 10 نوفمبر، دخلت معاه عند لافوكا تاعو اسمه اوليفي فوكس،
تدخل برك جوجل كتب اوليفي فوكس كيطلع لك واحد البلون هكا صلع شويه. هو جويف، هو جويف. قال لي عليه اسماعيل زيطوط، اسماعيل زيطوط هو اللي قال لي، قال لي لافوكا تاعو جويف. بعد هذه بعد ما رحت عنده دخلنا عند لافوكا تاعو، هو راح معايا على اساس زعما باش يترجم لي. بون انا نفهم فرونسي ونهضر فرونسي ونهضر الاسبانيون، نهضرهم بيرفكت. هو شغل زعما باش يترجم لي كونكو لافوكا تاعو وكذا. دخلنا عند لافوكا تاعو، بديت نهضر مع لافوكا تاعو وهو يترجم زعما. قال له هذا عسكري وكان في الجزائر وهرب من الجزائر وكان في اسبانيا، واسبانيا رحلت واحد اخر عسكري ثاني وراح في التريبيونال ميليتير تاع البليده، وهذا خايفين ثاني يدوه وكذا، كيفاش نديروا له. بدا يهضر معايا لافوكا، قال لي لازم نخدموا لك اندوسي شغل اندوسي بيطونيك شغل باش ما يقدروش يهبطوك. قال لي بصح لازم تحك الدراهم. قلت له شحال؟ قال لي بلوس تاع 10000، فوق 10000، فوق 10000. راك انا ما عنديش، انا عندي غير 6000. قلت انا بديت نخمم انا منين نجيب الدراهم الاخرين، نسرق منين راح نجيبها، انا ما على باليش. كي شغل كي قال لي ديما انا بديت نخمم في الدراهم. من بعد قال لي قلت له بصح علاش قاعد لاصوم؟ قال لي باش نشوف لك مع الفوق. قال لي ما تخممش، انا ندبر راسي، انا نعرف جماعه في لوفرا. لوفرا هذه مسؤوله على الدراسه تاع الملفات تاع اللجوء وكلش. ما تخممش، انا نشوف لك مع لوفرا، عندي معرفه تما كاينه تيفوتوا لك الدوسي تاعك مع الاول. ايوا هذا لافوكا تاعي تيشوف لك مع جماعه الفوق. ما تخممش، ما دير والو في بالك. عيط لسمعي زيطوط، كلحقت للدار. قلت اسمعي، قلت له لافوكا كيفاش تاع امير؟ قال لي جويف. قلت له كيفاش؟ قال لي حط بالك معاه برك. قال لي هو قال لي يعرف جماعه تاع الانتيريور الفوق. قال لي تاع قال لي هذا لافوكا يشوف لك معاهم، يقول لك لا سيتياسيون. انا بديت نجبد في روحي منه امير. هذا لا بيريود تاع لا في نوفمبر بديت نجبد في روحي منه، ما حبيتش نروح معاه لافوكا تاعو. وروحت دبرت على اون اوتر افوكا اسمها متر لولو، تكمل بالبي متر لولو. هذه خاطئه كاع، ما تعرف لا الجزائر لا حراك لا. روحت شفتها ودفعت الملف تاعي تاع اللجوء تما كان في فرنسا، دفعته عادي. حتى هو ما كانش على باله، ما من نهار اللي اعتقلوني الشرطه الفرنسيه قالوا اسمعي، قالوا راه عنده الورقه تاع اللجوء. انخلعت شوكه، قالوا كيفاش وقتاش دارها؟ ما خبرنيش. علاش خبرك؟ لم يكتفي الارهابي امير ديزاد بكل هاته الممارسات الدنيئه، بل كان هدفه ابعد، وهو ان يصنع لنفسه صوره في المجتمع الفرنسي كرجل مكافح وذو مبادئ. في اكتوبر 2021 شركه ميزون دو برودكسيون في فرنسا عرضت عليه، قالت له ندير لك فيلم في نتفليكس على اساس هما والهدف تاعهم واش هو كيديروا له فيلم على نتفليكس باش الشغل يبينوه للمجتمع الفرنسي. غادي يديروه باللغه الفرنسيه ويحطوه في نتفليكس باش يجي يبينوا زعما المجتمع الفرنسي زعما شغل كاين شخص هنايا اسطوره كان حراك جا من تركي شغل يمشي ومن بعد الحق هنا ولا يهضر في السياسه ولا انسان شغل سياسي ومعارض كبير شغل باش يديروا له بروتيكسيون شغل يوجدوا له بروجي تاع فيلم بروتيكسيون. وهذا الفيلم غادي يتسبونسوريزيه شركه ميزون برودكسيون فرنساويه وموفر له استاذ يكتب له السيناريو. انا ما كانش على بالي بهذه دو فوا وين ديكوفريتها وسقسيتو عليها. خطره كنت معاه في الدار، تلاقيت مع هذا المكسيكي. كيفاش تقول لي كيفاش عرفتوا ابن حليمه مكسيكي؟ انا هضرت معاها بالاسبانيول باسكو هو قال له بروف، قال له ابن حليمه صاحبي قال له يهضر اسبانيا. بديت نهضر معاه انا بالاسبانيول، قال لي بصح راك تهضر مليح الاسبانيول. ثم ديكوفريتو، قلت له انت منين؟ قال لي من المكسيك. قلت له بصح يا امير واش راك دير؟ قال لي نكتب في السيناريو. ميزون دو برودكسيون هذيك خطره تواصلوا معاه وانا كنت معاه في القهوه. قالوا له يرحم والديك كي تتكلم معنا في الفيلم تاعك. قالوا له ما تجبدش رشيد وما تجبدش زيطوط. هو تما في القهوه كنت مريح معاه، هو قالها للعربي زيطوط في التليفون. زيطوط ما عجبوش الحال، قالوا هكذا اذا؟ قالوا علاش ما تجبدنيش؟ قالوا بصح قول لهم انا ما عنديش علاقه مع رشيد، بصح عندي زيطوط صاحبي شغل هو ثاني حب يبان زيطوط معاه في الفيلم شغل اللي ذكروا شغل يبينوهم بعد شكون هو صاحبك وكيفاش والمسيره النضاليه تاعكم. امير ما حبش يذكره زيطوط. من ثم ثاني هي الصراع بينه وبين زيطوط كان بادي من قبل من الضربه تاع السبت تاع محمد عبد الله. من بعد بدا يكبر غير بشويه في هذه الضربه تاع قالوا له ما تجبدش رشيد وكل زيطوط زعف. من ثم زادت الطرد قلت مليح الصراع فيما بيناتهم. اما في خصوص الوشايه، انا كنت من الضربه تاع لافوكا تاعو كي حب يديني عنده حب كيما نقولوا يمانيبيليني باش يولي يخدمني معاه
وزيد خرجت هذيك التسريبه تاع بونويره وامور صرات بزاف. بدا يسب فيا، بدا يعاير فيا، بدا يطيح لي، بدا انا بديت نجبت في روحي منه، نجبت في روحي منه، نجبت في روحي منه. واش دار؟ عيط لاسماعيل زيطوط، قال له قول بن حليمه راني شكيت بك عند الشرطه الفرنسيه. شكون دا؟ دا مرته ودا المحامي تاعو، لانه هو ما عندوش الحق باش كيما نقولوا يقدم شكوى، لانه عنده غير لاتستاسيون دازيل. ما حبش يقدم بيا شكوى، اللي قدمت بيا شكوى هي مرته والمحامي تاعو. اش قال لهم؟ قال لهم باللي بن حليمه هذا راهو عسكري وراهو هارب من اسبانيا، راهو جا هنا لفرنسا ويعرف عليا كلش، واني خايف كاش ما يبعث لي ناس يقتلوني في الدار، وانا ني كونترول جوديسيير وانا معارض كبير. يعني دار لهم واحد القصه شغل ما توقعهاش. بعد ما طرح محمد عبد الله دخل في علاقه مع وحده اسمها صباح يعقوبي، انا ما كانش على بالي. لما كنت معاه في لو بارك دو سافمور قال لي راني نهضر مع وحده اسمها صباح يعقوبي. قلت له هذه شكون؟ قال لي وحده عايشه في اسبانيا، قال لي هي اللي راهي شغل تنظم في الحمله تاع محمد عبد الله، قال لي راني ننظم انا وياها باش ندير وقفه على محمد عبد الله في اسبانيا. كما هذه صباح يعقوبي هذه ماروكان وعندها ناسيوناليتي اسبانيول، عندها دو ناسيوناليتي، حاكمه نقابه تاع العمال المغاربه في اسبانيا. وامير كان يقول لي راهي تدعم فينا وهذه اللي غادي تشوف مع لي ديبيتي وهي اللي غادي تنظم معنا الوقفه اللي غادي نديروها في 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 مدريد على جنب محمد عبد الله، وغادي يجيبوا مغاربه. مام الوقفه هذه كان فيها مغاربه اللي داروها على جنب محمد عبد الله في مدريد، وهذه صباح يعقوبي من بين المنظمين تاع الوقفه اللي نظمتها مع امير على جنب محمد عبد الله. ايضا هذه صباح يعقوبي هي اللي جابت لهم لوتوريزاسيون تاع الوقفه تاع الماكينه، هي اللي عاونتهم، هي اللي بوشات الحاله كاع. عنده كونتاكت مع وليد كبير، هذا وليد كبير هذا جورناليست، حط هو يقول ان جورناليست، يعرف روحه ان جورناليست الجزائريان وهو عايش في المغرب. كاين ثاني الاخرى واحد المغربيه جايه في بلاس باستي، هذه المغربيه اللي جايه في بلاس باستي رحت معاه دو فوا لبلاس باستي، يقول لي روح نحوسو. كي نروحو تما يروح يدخل يشري كاسكيطه، يشري كاسكيطه ب 140 اورو 150 اورو 160 اورو على واحد المغازه. قال لي المغازه هذا عندك شكون يشري عليه منا؟ قلت له شكون؟ قال لي يشري عليه غير اللي سطار، قال لي يشري عليه غير اللي سطار تاع لي شونتور هنا في فرنسا. قلت له شوف سبحان الله، قلت له انت راك تشري منه باش تشوف المعيشه تاعو كيفاش شيك. كاين ثم حانوت حداها، حدا هذا الحانوت اللي يبيع القش، كاين حانوت حداه غير ثم. هذا الحانوت يبيع مجوهرات تقليديه تاع المغاربه تراديسيونال. رحت معاه دو فوا، في لي دو فوا اللي رحت معاه فيهم يشد عليها اونفلوب، اونفلوب هذاك خشين شويه. سقسيتو خطره، سقسيتو قلت له يا امير، قلت له واش فيه الانفلوب؟ قال لي امور كبار عليك ما تعرفهمش. قلت له هذه شكون؟ قال لي وحده مغربيه. كي جا خارج من عندها من الحانوت نسمع فيه يقولها بصح شكرتكم في اللايفا، شكرتكم في اللايفا، شتيني شتيني، امير عنده علاقات مع المخزن مليحه. في نفس الليله اللي شد فيها الانفلوب، في نفس الليله يدير لايف، في نفس الليله يسب البوليزاريو، في نفس الليله يسب الفريق شنقريحه، في نفس الليله يسب الجيش، في نفس الليله يسب الدوله الجزائريه، في نفس الليله، في نفس الليله اللي شد لونفلو. هذه شغل هاد الامور اللي نهضر لك عليهم كاع فيما يخص امير، هذه امور عشتها ما حكاوها ليش. عنده ايضا كونتاكت مع صحفي مغربي يسموه غرابي. لما طلعت جديد لفرنسا طلعت كيشغل هارب بجلدي، لا غالب ما عنديش القدره، ما عنديش الطاقه، طلعت هارب بجلدي. بديت نتلاقى به في البارك دو سامون، هو دار ان انترفيو مع قناه الشرق مع واحد الصحفيه اسمها دعاء حسن. قال لي يا بن حليمه، قال لي لو كان تبغي ندير لك ان انترفيو مع واحد الصحفي. قلت له شكون هو هذا الصحفي؟ قال لي سيد احمد، قال لي احمد غرابي. قلت له شكون هذا؟ بديت انا ندير في لا ريشيرش تاعي على هذا احمد غرابي، ان جورناليست في جان افريك عنده كونتاكت معاه. جبد لي التليفون قال لي هاو النيميرو تاعو، قال لي تحب نعيط له؟ نعيط له. قلت له لا 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 غير ما كان تعيط له. هذا الجورناليست هو اللي كتب عليه مقال نهار اللي لو 25 جونفي 2021، لو 25 ولا لو 27 جونفي 2021 كتب عليه مقال في جان افريك. عنده علاقات كبيره مع المخزن، حتى القضيان تاعو سقسيته انا خطره على واحد المحل كان يروح يشري منه من لو بارك دو سامو، رحت انا وياه راح يشري اللحم وكذا.
سمعتي هذوك اللي تما يهضروا بتسعود، باين بلي مغربي ماهوش جزائري، حنا نقولوا تسعة هما يقولوا تسعود، باين بلي مغربي. قلت له أمير هذو كيفاش؟ قال لي مغاربة. قلت له تشري منا من عندهم؟ قال لي دايما، وانا روماركيتو بلان دو فوا كنت نروح معاه نشري غير من عندهم. تما هذيك الخطرة سقسيتو قلت له تشري غير من عندهم؟ قلت له علاش تشري من عندهم؟ طرحت له سؤال قلت له علاش تشري من عندهم؟ قال لي ما نبغيش نحتك بالعنصر الجزائري، قال لي الجزائري ما نحبش نحتك بهم، يسموا لي الماكلة ولا يقتلوني. الجماعة تما كاين اللي خاوتنا من تاع القبيلة راك تاكل عندهم باطل ويزيدوا يمدوا لك الدراهم، هذوك ماهمش جزائريين. ما تدخلش ماشي لوجيك وتقول لي خاف يسموني.